اسم ياسمين من الأسماء المنتشرة بين البنات في العديد من البلاد العربية، فهو من الأسماء الجميلة والتي تظل جديدة ورقيقة مهما مر عليه الزمن. ويقال أنه ذات أصل فارسي وله أصول في اللغة العربية، وذكر أنه وجد على البرديات الفرعونية، والمصدر أنه يطلق على زهر الياسمين. سنعرض في هذا الفيديو معنى الاسم بالتفصيل. معنى اسم ياسمين هو من الأسماء التي تطلق على نبات ذات رائحة عطرة وزهور بيضاء، كذلك يستخدم في صناعة المواد العطرية. والياسمين من الزهور العطرية الرقيقة والتي تنمو بكثرة في حوض البحر المتوسط. وقد ورد معنى اسم ياسمين في معجم لسان العرب: الياسمين معروف فارسي معرب قد جرى في كلام العرب. حكم الإسلام في التسمية باسم ياسمين: لا ضرر في تسمية البنات باسم ياسمين، لأنه اسم من أسماء الزهور طيبة الرائحة، فلا يوجد معنى مخالف في التسمية به ولا حرج من ذلك. صفات صاحبة اسم ياسمين: لديها من جمال الروح ما لا تمتلكه غيرها، دائما ما تجدها ضاحكة متفائلة، تحب الاعتماد على نفسها، تحب حاملة اسم ياسمين السفر والانطلاق، منظمة جدا في منزلها وفي حياتها العملية، لديها درجة كبيرة من الرقة والحساسية، هي طيبة القلب وودودة جدا مع الأشخاص من حولها، لا تحب النفاق والمجاملات الاجتماعية الزائفة، صادقة جدا مع نفسها ومع الآخرين في محيطها، تعشق العطور، فلا عجب في ذلك، فزهرة الياسمين رائحتها ذكية ورقيقة. كنا مع اسم ياسمين من خلال هذا الفيديو. أتمنى أن يعجبكم الاسم وكل المعلومات التي ذكرناها. كنت معكم من أمام المايك، مع السلامة. عزيزي المشاهد، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره. شكرا وإلى اللقاء.